السلام عليكم، حياكم الله. من وين هالمرة؟ من اليابان. أنا في طوكيو، جايين هني بدعوة من شركة تويوتا الكويت وكلاهم السائر، علشان نشوف تويوتا شنو راح تصير خلال السنوات القادمة. ما راح يصنعون سيارات، راح يوفرون حق الناس حلول انتقال أو تنقل. خلونا نشوف ويا بعض شلون صاير المستقبل. والله من معرض طوكيو الدولي للسيارات من جناح تويوتا شركة سائر، عزمونا علشان نني نشوف المستقبل شلون صاير مع تويوتا وشلون راح يتحولون الى شركة توفر لك مثل ما قلنا في البداية وسائل الانتقال. الحين راح نشوف شنو السولوشنز الجديدة. حياك معنا، نشوف واحدة من اولى وسائل التنقل الحديث اللي عندهم، سيارة بدون سائق، اوتونومس درايفنج. ولكن مثل ما تلاحظون كسبنا مساحة، الناس صارت تقعد مع بعض، لأن الناس مو لازم تكون كلها مجابلة للأمام، في عندك حزام أمان. طبعا هذا يظل بالنهاية كونسبت، مو شيء نهائي لغاية الحين. ممكن يكون عندك تلفزيون داخل السيارة، ممكن يكون عندك وسائل ترفيه ثانية. الطريقة هذه أن الناس تقدر تتواصل مع بعض والسيارة تقود نفسها بنفسها، بالإضافة إلى واضح أن كرسي السائق والراكب، حين أوريكم إياهم بشكل أوضح، واضح انهم ممكن يتحركون من خلال الريل هذا اللي قدام ويتجهون الى مقدمه سياره في حال ان احتاجوا انهم يسوقون بنفسهم ويضطرون ان يلغون نظام الاوتونومس. في طبعا العديد من الوسائل والخيارات اللي هم موفرينها بالحاله هذه. انت لما يصير عندك كرسي سايق انت مو مستفيد منه كسايق، ممكن ان انت تسوي اشياء وايد. هذا مثلا كونسبت ثاني، في سكان في كل شيء، ولكن مثل ما نلاحظ هذا المقعد في ريل هني، فهذا الكرسي ممكن انه يتوجه الى الامام او يتحرك مكانه بحيث ان انت تستفيد من المساحه اللي موجوده عندك هني داخل المركبه. ولكن هذه مصممه على ستايل فخم اكثر، وفي وسائل ثانيه وخيارات ثانيه وكونسبتس كثيره موجوده في المعرض. مثل ما نلاحظ هذا ايضا كونسبت جديد وخيارات ثانيه. هذه مو سياره، هذا مجرد ديزاين هم مسوينه، فمثل ما نلاحظ هو مو سياره بالكامل، ولكن يقدرون يورونك ان شلون راح يكون شكل المستقبل بالنسبه للسيارات الحديثه مالتهم وخيارات الانتقال الجديده. طبعا لاحظ الكشنات من الكربون فايبر، في مساحه تخزين كبيره تحت السيت، هذه جنطه ايضا من الكربون فايبر، كلها موجوده هنا. هذه السيارة اللي وراي هي تويوتا ال كيو، السيارة هذه هي تعتبر المستقبل. تويوتا يقولون ان هذه السيارة راح تكون انتاجيا قريبة، يعني خلال السنوات القادمة. الشيء المهم ان هذه السيارة راح يكون فيها ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. السيارة قريبة من الانتاج، قد لا يكون شكلها بهذا الشكل، ولكن هذا الانحناء يعطي السيارة الكهربائية رينج أطول، لأن كايروديناميكس تعتبر ممتازة. يمكن من داخل تحسها شكلها فضائي نوعا ما، ولكن السكان شكله حقيقي. الحين أوريكم شكله من الخلف. هذه الشغلة لما يتغطى التاير، أيضا بالنسبة لمرور الهواء بجانب هيكل السيارة بدون التوربلنس، أيضا راح يعطيك رينج أطول. شكل السيارة يعتبر نوعا ما غريب، ما زالت كونسبت، ولكن أحد الكونسبتس اللي تعتبر قريبة من الشكل الانتاجي. وتويوتا وايد معلقين عليها امال ان هي راح تكون ارتفيشال انتليجنس فيها، يساعد الناس على قيام بعمليات. سياره تحفظ الطريق مالك، تحفظ كل يوم، فتقول له مثلا ودني الدوام ودني البيت، فيها اوتونومس درايفنج، فهذا الشيء راح يعطيك امكانيات كبيره على الوقت اللي انت تقضيه داخل السياره. شنو ممكن تسوي فيه؟ فيها وايد سنسرز وكاميرات داخل، هذه واحده منهم، كلهم يقرون كل شيء بالشارع وكل شيء حوالين السياره بحيث انه يعطونك راحه البال، وهذا يعتبر واحد من اشكال المستقبل. في واحده من الكونسبتس اللي سوتها تويوتا، تعتبر سياره صغيره، عرضها اقل من، عرضها متر و28 سنتي، طولها اقل من مترين بشويه. حين اوريكم سياره من داخل. ها
حب السيارة من داخل، نظرة سريعة، سيارة صغيرة، مساحة الأقدام فيها كبيرة لأنه ما في محرك في الأمام ولا في الخلف، عبارة عن بطاريات وموتورز موجودة في التواير. تحرك سيارة سرعتها القصوى 60 كيلومتر في الساعة، الشحنة الكاملة المفروض تمشيها 100 كيلومتر، ولكن هذا كله كونسبت لغاية الحين ما في أي معلومات مؤكدة إلى أن يصدر الإنتاج التجاري منها. هنا عندنا أيضا مثل ما تشوفون واحدة من السيارات الهدف منها تنقل الناس داخل الأماكن اللي تكون صغيرة. هذه السيارة لنقل الأشخاص، السائق مثل ما تلاحظون ما في بيبان يقدر يركب من أي ناحية. شغلة ثانية، هذا العمود تقدر تغير الجهة مالت القبضة هذه علشان يصير في عندك هذه المنصة اللي تشوفونها حق الويل تشيرز، وهذه بالنهاية تنشال وتدخل تحت السيارة علشان توفر مساحة. تقدر تلغي السيت هذا، تشيله تخليه للأمام علشان الويل تشير يركب كل أريحية، وبنفس الوقت ممكن تكون حتى سيارة أسعاف بسيطة تقدر تركب فيها سرير وتنقل الأشخاص أو الشخص اللي محتاج مساعدة على طول من خلال السيارة هذه. الفتحة هذه الكبيرة تعطيك الإمكانية أن أنت تدخل ويل تشير، تدخل مثلا كرسي مال أو سرير مال المستشفى بشكل مريح، وهذه القطعة أيضا ممكن تنشال لو أن أنت حبيت أنك تشيلها. فهذه مثل ما قلنا تويوتا هالمرة مركزين على شيء مو سيارات، ما حطوا ولا سيارة على الستاند مالهم بدون مبالغة. معرض طوكيو السنة ما في أي سيارة من تويوتا، ولكن فقط كانوا مركزين على الموبيليتي والمستقبل شلون راح يكون. هذه سيارة صغيرة من تويوتا الترا كومباكت بي في، بي في يعني باتري الكتريك فيكل. فهذه سيارة صغيرة يتغير السيت اب من داخل مثل ما انت تبي، سيارة صغيرة الانتقال داخل المدن ايضا وايد ما تلاحظون ما في مرايا جانبية، كلها عبارة عن كاميرات. هذه الدواسات موجودة هني داخل، تتحول إلى تتحول إلى مكان استرخاء، تتحول إلى ستيشن للشغل، تتحول إلى سيارة تنقلك داخل المدن. سيارة تشتغل بالبطارية بالكامل، ما فيها أي نوع من أنواع البنزين، سهلة الانتقال، حجمها صغير، سهل توقف وما تحتاج حتى صيانة كبيرة لأنه ما فيها محرك، ولكن حتى البريك يرجع يولد طاقة مرة ثانية تتخزن بالبطارية. هذه السيارة من داخل، هذه السيارة من داخل مثل ما تشوفون ما في عجلة قيادة، ما في شيء. السوبرا الجديد بس كان دريفت اكسبيرينس. احنا حاليا راكبين فيول سيل باص، هذا راح يكون تطور المنطقي للباصات او للانتقال، خيارات تويوتا الجديده للانتقال. تلاحظون شنو التكنولوجيا اللي موجوده فيه، في نفس الوقت يعتمد على طاقه من الهيدروجين، راح يكون انظف للبيئه، خصوصا انا اعتقد ان الباصات والاشياء هذه افضل من السيارات في العمليه هذه. وهو بالنهاية باص طبيعي، الناس موجودة كلها، باص طبيعي في محرك، ولكن أيضا يعتمد على الطاقة، في بطاريات، في تكنولوجيا الهيدروجين.
واحد من الحلول اللي توفرها تويوتا للتنقل الأجهزة هذه اللي تشوفونها، يستخدمها ريال كبير في العمر، ريال يحتاج انه هو ينتقل داخل مدينة، ريال يحتاج انه هو ينتقل داخل يعني خلينا نقول مثلا انت ساكن في مكان يكون بزنس سنتر، تبي تنتقل من مكتب لمكتب، انت مثلا داخل مول كبير، تستخدم التقنية هذه. استخدامها بسيط جدا، فيها بريك، كل اللي عليك ان انت تسويه دوس تستخدم، تقدر هني تغير السرعة والبطارية تكفيك الى رينج يكفيك لاستخدامك اليومي. طريقة سهلة جدا، عملية جدا، تساعدك على التنقل. وفي عندهم حلول ثانية الحين راح اوريكم اياها بالنسبة حق الناس اللي عندها مثلا ويلتشير او الناس الكبيرة في العمر اللي ما تعرف تستخدم هذه التكنولوجيا، الحين راح اوريكم اياها. واحد من الحلول الثانية اللي توفرهم ايضا تويوتا هذا اللي انتم تشوفونه هنا، بالنسبة حق كبار السن اللي مثلا ما يقدر يوقف على الجهاز هذا اللي انا كنت عليه من شوي، يقدر يستخدم هذا، سهل، ترفع الاذراع لسهولة دخولك وخروجك. ونفس الشيء عندك هني البنزين، او خلينا نقول مو البنزين هذا لانه كله بطاريه، هذا يمشي، هذا بريك. نفس الوقت في نوع حق الناس اللي عندها ويل شير، يركب الويل شير على طول على القاعده، تختلف عن هذه تختلف، هذه حق الويل شير، ركب عليها الويل شير مالك وينتهي الموضوع، وتقدر تستخدمها داخل مولات او مثلا صاعده مثل هذه اللي تشوفونها هناك شلون مرتفعه، تستخدم عليها القطعه هذه، فانت ما يكون عندك جهد في عمليه ان انت تحرك العجلات بشكل يدوي. هذه تويوتا مثل ما قلنا احنا موجودين هنا علشان نشوف شنو الحلول الجديدة اللي هم سووها للتنقل. فهي تبي تنتقل او انتقلت من كونها شركة سيارات الى كونها شركة توفر حلول للانتقال، وهذه الحلول المفروض ما هي تكون حق اكبر عدد من الاشخاص. هذه اشياء قد تتوفر في المستقبل، ان انت تقدر تأجرها أو تكون داخل مدينة فأنت تدفع عليها فلوس وتأخذها مثل ما هي موجودة سكوترز اليوم في بعض المدن، ولكن هذه فيها نظام سيفتي، فتستشعر إذا أنت لفيت على سرعة راح تخفف السرعة، وبنفس الوقت إذا كان في أشخاص قدامك أو شيء كذي فيها سنسورز، فيها هذا مثل الإضاءة LED، وهذا السنسور اللي في الأمام أيضا يقرأ الأجسام اللي قدامك.